ماشي اول مره يوقع. علاش؟ مين كانوا كيديروا لي طرافو فايت العافيه شعلات فوسط المغازين. الخدامه شعلات اليوم العافيه فوسط المغازين وطلع ليا الدخان للدار. واخا انت كتكوني في برومير؟ انا كنكون لا كنكون في العماره بلا ما نعطي ليدونتيتي ديالي اسيدي، لانه حنا غير سكان فهمتيني. حنايا بحال هذوك الناس اللي تاهما لقاو راسهم واصلين واحنين في العافيه، حتى حنا كنكون يوقع لنا نفس الشيء. المشكل كاين من الاول لي ميزور سيكوريتير ما تاخذوش من الديبار. حنا في الحو يقولوا لنا عندنا لوتوريزاسيون والله يعاوننا ويعاونكم، ما تشاوروا معنا، ما قالوا لينا حنا اش غنديروا في ذاك المحل، شنو غنصايبوا. حتى جينا نهارها في صباحها لقيناهم كيديروا لي طرافو واحد جوج هذوك لي فنات اللي تما جوج كاينين تماك تسدوا في لي طرافو تسدوا. هذوك ما كانش خصهم يتسدوا حيت هذوك هما اللي كيخليو الا كان شي مشكل الدخان يمشي ويخرج والناس يتعتقوا. سدوهم، وهذيك اصلا هي منها اختراق القانون. كيفاش هاد لوتوريزاسيون اللي كتعطى اوجوردي على هاد المسائل هذه؟ هادو ما خداوش الاذن باش يديروا بعدا لي طرافو النهار الاول ديال السكان. مشاو جابوا لوتوريزاسيون حطوها لنا هكاك من ليله ليله وضحاها. اش كيديروا؟ ايبيسخي فين؟ عندهم واحد السيرفيس تريتور لداخل، قالوا لنا لا حنا ما عندناش لا ريستوراسيون، خرجوا لاكان من برا وخرجوها من الداخل والبوطا كاينه لداخل. كيفاش ما عندكمش الاسيه ديال الماكله وانتم عندكم البوطات لداخل؟ احنا غير كنسخنوا، ولكن البوطه راه فيها لو ريسك. هادشي ماشي معقول. كيقول لكم تي الكويتي كيقول البوطه تفرقعت، دايرين هادشي ديال الحلويات وديال الشكلاط وديال المصايب الكحله والموبل قداش ناهو بنادم ومشى ضحيه. هذاك الصحراء مسكين الله يرحمه، كان عنده شي وليدات والاخر في الخطر وحشومه عليهم هادشي كاع. حصل في السده مسكين بقى ناعس، اش غادي دير؟